يعطيكم العافية. بالمحاضرة السابقة كنا وصلنا عن هذه النقطة اللي هي حكينا فيها عن الكونفيجوراسيون ابسولوت للكربون السيمتريك الار والاس. حكينا كيف نحن بنجيبها لكن للار وللاس، لكن حنحكي اليوم بالمحاضرة اليوم عن طريقة اسهل بكثير من اللي حكيناها المرة الماضية. هلا كانت اخر نقطة حكينا عنها هي انه الار والاس هن بيكونوا انونتومير بين بعضهم البعض لهو السببين، انه عندي اياهم هن بيكونوا ايماج كل واحد للثاني وهن بيكونوا نو سوبربوزابل. هلا افترضوا في عندي انا برودوي عنده كونفيجر، او بالاحرى كربون اسيمتريك عنده كونفيجراسيون ار، وانا بدي اجيب الانونتومير اس له، شو بعمل؟ في طريقتين لحتى اجيب الانونتومير اس له، يا اما بجيب الايماج له يعني مروار وبجيب الايماج له، كلنا نحن هلا صرنا نعرف انه الار والاس هن ايماج لبعضهم البعض، فبهي الحاله بيطلع معي الانونتومير الثاني، اذا كان ار بصير اس واذا كان اس بصير ار. يعني مثلا كيف نحن بنجيب الايماج؟ لاحظوا مثل ما حكينا يمكن سابقا بظن حكيها بالمحاضره السابقه، الايماج لهالكربون هذا اللي هو ار اللي حيصير اكيد بدون ما اتردد فيه حيصير اس، هو التالي هيدي الاكس هيدي الايماج اللي لها، كان الاجرك مثل ما انتم ملاحظين مثل ما هي بتضلها بالبلون، لكن بتصير بان هي الايماج اللي بتصير عندها الفورم التين ابعد، اكيد الايماج للاجرك مش بهالشكل هيدا، ما انا بهالشكل هيدا اكيد هي ايماج يعني. هلا بعدين ال W ايماج لها، وال Z كمان في عندها ايماج مثل ما انتم شايفينها لقدام. هلا في طريقة تانية أسهل بكتير كمان من هاي الطريقة وهي أسرع، وبتقول التالي، بتقول إنه أنا بحال في عندي كربون أسيمتريك وبدي أعمل له انفرسيون دي كونفيجوراسيون، يعني أنا بدي أحوله من الأر للأس أو من الأس للأر. في طريقة هي بتقول إنه مش الكربون أسيمتريك في عليه أربعة جروب ديفيرون، سي أون في أون بيرميوتاسيون أونتر نابورت كيل دو جروب alors on inverse la configuration. alors on inverse la configuration شو بعني فيها؟ بعني فيها انه انا بحال بدلت اي اثنين بين بعضهم البعض من هودي الجروب اللي هن على الكربون اسيمتريك، وبس تبديل واحد، مش انه تبديل مره واثنين وثلاثه، تبديل واحد لاي اثنين بين هودي البعض، فبالتالي بنقلب من الار للاس او من الاس للار. يعني مثلا فيني بدل الاكس مع الدبليو، فيني بدل الدبليو مع الزد، فيني بدل الاكس مع الزد، فيني بدل الايجراج مع الزد، اللي بدكم اياه، المهم التبديل اللي بدكم اياه. مثلا شو حابين نحن هلا نجرب؟ مثلا هون تركت انا فاضي، حبدل الدبليو في مع الزد مثلا، يعني بعني بهالشغله هذه انه الاكس بتضلها محلها، الايجراج بتضلها محلها، الشيء الوحيد اللي عملته هو عملت بيرميوتاسيون بين اثنين جروب اللي انا نقيتهم اللي هن مثلا الزد والدبليو في، بصير الزد محل الدبليو في والدبليو في محل الزد، بما انه في عندي بيرميوتاسيون وحيده بهالكربون اسيمتريك مقارنه مع الاول كان ار، فاذا تلقائيا حيصير اس. لكن هي الطريقه الثانيه، وهي الطريقه نحن فينا نطبقها بحاله نيومان وبحاله كمان فيشر، بكل الحالات اكيد نحن فينا نطبقها هذه. هلا حاحكي عن الطريقه يلي نحن حنمشي فيها منشان نجيب الار والاس بحاله كرام، منشان نجيب الار والاس بحاله كرام، غير الطريقه اللي حكينا عنها المره الماضيه اللي هي انه بدي اطلع من الكربون اسيمتريك باتجاه الجروب اريير و اتسترا. هاي الطريقه هلا اللي بجيب فيها الار والاس بحاله كرام في بقلبها ثلاث حالات اللي هن حسب الجروب اريير. اذا الجروب اريير كان لورا في شيء في طريقة معينة، إذا كان لقدام في طريقة معينة، وإذا كان بالبلون في كمان طريقة ثالثة مختلفة. لكن حسب موقع الجروب 4 الموان بريوريتير بقلب كرام، شو بنعمل نحن؟ بنطبق بكل حالة الطريقة لحتى تجيب الار والاس. هلا أول حالة هي سي الجروب 4A فير لاريير، يعني إذا على هيدي الليزون، ساعتها شو بنعمل؟ هون حقول أنا هلا الفراز كلي، وبعد منها حقول شو بنعمل فيهم. On lit la configuration et on la garde. هلا بتعرف ايش انا بكتب هون كلمه garde، كلمه garde. هلا لكن شو بنعمل بهي الحاله؟ اذا عندي الرقم 4 لورا، ساعتها بقرا الروتاسيون 1 3 وكيف ما تطلع معي بيكون هو الجواب. On garde la conclusion.
يعني كان ار بتضل ار وكان اس بتضل اس. شو بيطلع معي هلا بالاكزامبل اللي حاطه قدامكم هلا؟ بنجيب الان دوتر و كات. هلا يمكن هلا بقدر الامر فصلهم بالتفصيل بس بعدين بعطي بس الجواب مباشره. هون احنا هلا بدنا نجيب الان دوتر و كات على هالاربعه جروبات هون على الكربون الاسيمتريك. بنطلع مثل العادي اول شيء بالرون ا، بالرون ا في عندي سي و او و سي و اش. في بهيدي الحاله هلا هون اثنين حسموا بعضهم اللي هن الاو والاش. الاش اضعف شيء هو رقم أربعة والاو هي اقوى شيء فهي رقم واحد. معناتها هلا انحصر تفكيري بين الاثنين والثلاثه اللي هن حيكونوا يا اما الاسيد يا اما الساش دو بي ار. الرون انا ما حسمت الموضوع بيناتهم، شو بنعمل نحن هلا؟ لكن نتطلع بالرون دو. الرون دو للسي او اش، هلا انتم اكيد هلا هذا هو السي او اش، توصل لمرحله تتخيلوها لان كتبها انا هلا هون بالتفصيل بس بعدين مش حاحكي عنها بالتفصيل، بتتخيلوها انتم بتفكروا فيها على رواق انتم. هون لكن الرون دو هي عباره عن او واو، ولما تكسر معنا تحمل بطرفها او فيكتيف. هي نحن قبل مره عملناها كذا مره هالحاله هيدي او فيكتيف، وبحال كنت بحاجه للرون 3 مع انه مش حكون بحاجه فيها هون بس انا مذكركم فيها، بيطلع عندي الهيدروجين معلق بالاو والاو لما تقطع بهي الطريقه تعطيني سي فيكتيف. واضح؟ هلا بحاله السي اش دو بي ار، السي معلقه باش وبي اش وبي ار، باش وبي اش وبي ار. هلا بدي قارن الدو مع الدو بريم. اقوى شيء هون هو عباره عن او، اقوى شيء هون هو عباره عن شو؟ بي ار. بين الاو والبي ار مين الاقوى؟ البي ار هي الاقوى، فاذا بيطلع معي هيدا الجروب اقوى من الاسيد لكن، وبالتالي استعملنا الواحد والاربعه بقي لنا رقم اثنين هون ورقم ثلاثه هون، هودي هن الان دو تروا كاتر. هلا بما انه الرقم اربعه لورا مثل ما حكينا بهي الحاله، بقرا الان دو تروا باي شيء اسمه روتاسيون لحتى اقرا الار والاس، حتى بنيومان وبكرام واللي بدكم اياه وفيشر، ما بتطلع بالرقم اربعه، ما فيني اعمل روتاسيون اربعه جروبات بين بعضهم البعض. هون لكن بعمل لكن ببرم، مش انه ببرم على الموليكيول، انا ببرم مثلا انا هلا مشان الار والاس، بلش من الواحد مرورا بالاثنين انتهاء بالثلاثه، بنلاحظ ان هي مع اتجاه عقارب الساعه، فاذا شو معناتها؟ معناتها ار. بما انه رقم اربعه لورا فبلزم بتضل ار، بيطلع معي الكونفجراسيون هون لهذا الكربون اسيمتريك هو ار. هو ار. هلا الحاله الثانيه هي لما يكون عندنا الجروب رقم اربعه لقدام. هون بهي الحاله لير انفيرسي يعني اونلي اون انفيرس لا كونكلوزيون. كيف يعني؟ يعني بنقرا بنشتغل عادي لكن النتيجه تطلع معنا شو بنعمل؟ بنعكسها بنعكسها. هون الاربعه جروبات اللي عندي هون على الكربون هن، في عندي هون بالرون اش وسي وسي وان، انحسم اثنين بين بعضهم البعض اللي هن الان والاش. لكن بين الان اكيد الاش هو رقم اربعه اضعف شيء. الان هلا بين الان والسي هون عم ذكركم فيهم، الان اقوى، الان هي سبعه السي هي سته، فاذا هيدا هون الجروب هو رقم واحد. يعني انا بالنسبه لي على هالكربون هيدا اللي هو عباره عن كربون اسيمتريك في عندي اربع جروب اللي هن التليين الاش والسي او اش، وهيدا البرانش كلياته من هون وبالرايح عباره عن جروب، وهيدا الجروب هون من هون وبالرايح عباره عن جروب. لكن هودي هن الاربعه جروب، لكن بيطلع طلع عنا الواحد والاربعه. بعد في عندي الاثنين والثلاثه ما بينوش معنى بين هول الاثنين. كمان هون بدي فصلهم. هلا السي او اش تفصيله حكيت عنه بس ما حذكر فيه مره ثانيه، بيطلع عندي بهالطريقه هيدي سي معلقه بثلاثه او، والكربون اللي هون بشو معلق؟ معلق باش ومعلق باش ومعلق ب سي، لكن معلق باش وباش وبسي حاططهم هون. اقوى شيء هلا بين هول اثنين جروب اللي هن الاسيد و البرونش سي اش دو هون مع السي، في عندي هون السي هي الاقوى بالرون دو، هون الاو هي الاقوى بالرون دو، فاذا بين الاو والسي الاو اقوى، بيطلع عندي فاذا بهي الحاله انه الاسيد هو اقوى. معناتها مثل ما حكينا هيدا رقم اربعه، هيدا البرونش رقم واحد،
هيدا الأسيد هو رقم 2 وهيدا البرانش هو رقم 3. هلا رقم 4 لقدام، فإذا بنسى أمره نهائيا. بقرأ هلا الأر والأس وبعد منه شو بيطلع معي بعكسها. كيف بنقراها هلا؟ 1 2 3 أس. وبما إنه الرقم 4 لقدام شو بتصير لكن؟ بتصير الحالة الثالثة هي لما يكون عند الرقم 4 بقلب البلون. هذا شوي يمكن انه اسأل من الحالتين السابقين اللي مرقوا معنا. هون بحال عندي رقم 4 بقلب البلون لكن في عندي ثلاثة موكلي اللي هن بيرميوتي لير انفرسي. بعني فيها انه كمرحلة اولى اون بيرميوت لجروب 4 افيك لجروب اريير. هلا بقولكم شو بعني فيها. بعدين كمرحلة ثانية اون ليلا كونفيغوراسيون on lit la configuration و تالت شي لكن on inverse la conclusion. شو بنعني فيها هيدي؟ حا نحكي عنها نقطة نقطة. أول شي مشان الأربعة جروب اللي عندهم على الكربون السيمتريك لكن O، هلا هيدا أكيد عبارة عن CH2 CH3 بالتالي O CH C، هيدا رقم أربعة، هيدا رقم واحد، وبعد منا بين هول اثنين الساعش تروا والسدو اش سانك. مبين معي ان هي عبارة عن السدو اش سانك، بس بكل الأحوال بالتفصيل المنطقي في عندي كربون مقارنة مع كربون. بتطلع بالروندو، الروندو هون عبارة عن شو؟ عبارة عن اش واش واش، يعني في عندي اش هي الأول. هون الروندو هي عبارة عن شو؟ عبارة عن اش واش وشو كمان وسي اش واش وسي. فاذا القهوة هي سي. لما يكون عندي مقارنة بين السي بالسدو اش 5 والاش بالسي اش 3 اكيد السي اقوى، فبيطلع عندي السدو اش 5 هي الاقوى لكن، وبالتالي بيطلع عندي الارقام الاربعة هن التاليين. الارقام الاربعة هن التاليين 4 1 2 3. هلا حسب الحالة اللي حكيت عنها انا فوق بالعنوان، لما يكون عندي الرقم 4 بقلب البلون هون، هون مضطر اني اعمل كمرحلة اولى شيء اسمه بيرميوتاسيون لحتى اقلب الرقم 4 مع الجروب اريير. يعني بدي احط محل الجروب اريير، او بالاحرى بدي بدل الاربعة والاريير مع بعضهم البعض. الشغل اللي بدي اشتغله انا هلا هون هو بيشتغلوا على البرويون. انتوا اكيد حتوصلوا لمرحلة مش مضطرين تكتبوها على البرويون مثل انا هون، دغري حتفكروا فيها حيطلع معكم الجواب. يعني الشيء اللي حكتبه هون فكروا فيه بينكم وبين حالكم. شو بعني فيها انه on permit لجروب 4 افيك لجروب اريير؟ بعني فيها انه الاربعة بتصير ورا وبيجي محلها الاثنين، اما الباقيين اكيد بضلوا مثل ما هن. هيدي اول مرحلة حسمناها. تاني مرحلة هي لير. يعني هلا برجع بقرا هون، بقرا هون هلا على الشيء اللي عملته انا هلا على البرويون ان دو تروا. شو معناتها؟ يعني اس، فاذا راحت مرحلة اللير. بعدين شو اقول انا هلا هون؟ انه انفرسي انفرسي كانت اس، شو معناتها بتصير؟ بتصير ار. فاذا بكتب انا هلا بالامتحان الجواب انه هيدا عباره عن ار، هيدا عباره عن ار. اكيد انه انتم بالامتحان، يعني انا محلكم اذا انتم متمكنين منيح من هذا الموضوع، ما في داعي اضيع وقت اكتبها مره ثانيه هون. شو بعمل انا على هيدي؟ مثلا بتخيلها بقلب الاربعه مع الاثنين وبرجع بيطلع معي جواب دغري. هون مثلا في نقول بين الاربعه والاثنين، هون بصير في عندي الرقم 2، هون بصير عندي الرقم 4، برجع عبرهم ان دو تروا ان دو تروا اس. شو بتصير؟ ار. بكتب ار، واضح؟ بس اكيد بحاله تمتل الطريقه ما تقدرون تتركون رام 4 و2 مكتوبين محون حتى ما ضيعوكم. لكن هي الطريقه الثالثه لكن اللي هي انه بيرميوتي لير انفرسي. لكن في عندي انا ثلاث حالات لكن اللي هن سير الجروب 4 فار لاريير لير غاردي vers l'avant lire inversé dans le plan permuté lire inversé. نجي هلا على نقطة جديدة اللي هي application على هذه الحالة. هلا هم مطلوب منا نجيب الستيريو شيمي لهذا البرودوي. هذا البرودوي في عنده اثنين كربون اسيمتريك، اول واحد والثاني. ليش عندي انا هون كربون اسيمتريك والثاني في عنده كربون اسيمتريك؟ كمان شرحها بالمرة وبذكر فيها. بالنسبة للكربون الاربعة جروب ديفرون هن عبارة عن COH أمين H، وهيدا الجروب كله بقلب بعضه البعض لكن ستان كربون أسيمتري. الكربون بين بالطريقة ذاتها حيطلع معكم انه في حالة ولا اربعة جروب
ديفيرو يعني ستان كربون اسيمتري. هلأ منجيب الار والاس لكل واحد من هول اثنين كربون، بجيب الاول واحد للا مثلا وبعد منه بجيب للبي. بالنسبة للآ مثل العادة بنقارن الرون الاولى رون واحد اش ان سي، ومثل ما اتفقنا هذا كله عبارة عن جروب، هيدا على الكربون آ بقلبه موصول هي عبارة عن السي. لكن بين الاربعة الهيدروجين وبين الواحد اللي هي الان بين هون هلا والثاني بين الاسيد وهالبرانش كلياته، هذا هلا شو بيطلع عنا بالنسبه للسي او او اش حكيناها صارت مرق معنا كثير، انه عندي بالرون دو انا لكن سي معلقه بأو بأو وبأو فيكتيف وبأو فيكتيف. هلا هون هلا شو عندي؟ عندي السي اللي هي الرون رقم واحد معلقه بشو؟ معلقه باش وبسي وبسي. بعتقد انه بين الجواب بشكل كتير واضح، لكن من هو اقوى من الثاني. هون عندي هلا بهيدي البارتي كلياتها اللي عم اشر عليها، عندي اقوى شيء هو عباره عن سي، هون اقوى شيء بالاسيد عباره عن الاو، بين الاو والسي الاو اقوى، لكن بين معنى الدو والتروا، بين معنى الدو والتروا. الاسيد هو رقمه اثنين، لكن قلنا هون واحد أربعة هيدا رقم اثنين، وهيدا الجروب كله لكن رقمه قديش؟ لكن رقمه ثلاثة، هيدا الجروب كله رقمه ثلاثة. بالنسبة للبي لكن لو ما على بنكنا شوي ميزناه حتى ما تعجق الرسمي، في عندي أش وسي وسي وسي، هيدا كله عبارة عن جروب على الكربون بي. بين معي واحد اللي هو الرقم أربعة، الرقم أربعة هلأ سي وسي وهون كمان سي. طيب بتطلع بالرون الثاني، الرون الثاني هون عبارة عن شو؟ أش وأش وأش، بس أش تروى أكيد هي مبينة معي أضعف شيء بين الكل، أش بكل حول حكتبها أش وأش وأش. هون الرون الثاني بالإتيل سأش دو سأش تروى هي سي وأش وأش، حكيناها من شوي. بالجروب الكبير هذا الرون الثاني هي عباره عن شو؟ عباره عن اش وان وسي، اش وان وسي. هلا لكن صار عندي مقارنه بين ان مع سي مع اش، تميزوا الثلاثه عن بعضهم البعض. الان هي لكن رقم واحد، هيدا لكن رقم واحد، واكيد الساشتر هو رقم أربعة والاتيل رقم اثنين، حتى نكتبه بشكل انظف مثل ما بيقولوا. لكن قلنا هيدا رقم أربعة، هيدا رقم ثلاثة، هيدا رقم أربعة ثلاثة اثنين، وهيدا الجروب هو رقمه واحد. لكن واحد اثنين ثلاثة أربعة، عندي الرقم أربعة وين أنا هلأ؟ عندي إيه بقلب البلان، شو معناتها؟ من نعكسه مع الجروب، عفوا هلأ تنبرش يجيب الأر والأسهل، يمكن بلشنا دغري نحن هلأ استعجلنا فتنا بالأر بالكربون بي. تنجيب الأر والأسهل كان بحالة الآ في عندي شو؟ عندي الرقم أربعة لقدام، رقم أربعة لقدام معناتها لير إي أنفرسي، لير إي أنفرسي أن دو تروا R، شو بتصير؟ بتصير S. بالكربون بي عند الرقم أربعة بقلب البلون، شو معناتها؟ معناتها بدي أعمل بيرميوتاسيون، رح أعمله لآخر مرة هلا بهالطريقة البطيئة وبعد ما أعملكني بالطريقة السريعة. بيرميوتي بعني فيها إنه بنحط الرقم أربعة ورا، بنحط محله اللي كان ورا اللي هو بهالحالة رقمه اثنين، وأكيد الباقيين بضلوا مثل ما هن واحد وثلاثة. بنقراها بعدين and تروا R، شو بتصير؟ بتصير لكن S، بتصير S. أنا هذا الشيء كنت أقدر أعمل هون مثل ما حكيت من شوي، بحط هون بينه وبين حالي وفكر فيها اثنين، هون رقم أربعة، بعدين ببرم أند تروا R بيطلع معي S، بضم أكتبها مرة تانية، بكل الأحوال كل واحد يشتغل بالطريقة اللي بيطرحه، بتطلع معي لكن بالمحصلة إنه هيدا هو S. هلا مطلوب منكم تكتبوا هون الكونفيجراسيون، الكونفيجراسيون أبسولي شو معناتها؟ يعني بدي أكتب أنا هلا هون إذا هذا الكربون أنا مسميه آ أو واحد أو عشرة أو ألف أو اللي بدكم إياه أو إكس أو إيجرك،
الثاني بحط هون A، بحط قبل كل كونفيجراسيون شو اسم الكربون، AS و BS. هيدا هو الجواب لكان هيدا عنده كونفيجراسيون AS BS. انتبهوا لشغله كثير مهمه طالما ذكرتها بحكي عنها. نحن هون هلا دائما تعودوا انتم تحطوا قبل الار والاس تحطوا شو رأى اسم الكربون A او B، اكيد وخاصه بحلف عندي اثنين كربون اسيمتريك. ليه؟ حتى اعرف كل كونفيجراسيون لاي كربون. هلا بحال كان الاثنين مثل بعضهم البعض، اثنيتهم اس او اثنيتهم ار، بحال قلت انا في عندي كونفيجراسيون اس اس منا مشكله. ليه؟ علشان الاثنين مثل بعضهم البعض، فيش داعي اميز الار عن البي. فهيك صح وهيك صح، بس افترضوا انا في عندي واحد ار والثاني اس، اذا قلت انا ار اس غلط. ليه؟ عشان مش عم حدد من هو الار ومن هو الاس، فبالتالي دائما لازم احط قبل كل كونفيجراسيون شو اسم الكربون، لكن مثل ما هون عملنا كان A S B S أو N S B S حسب شو أنا مسمي الكربون، حسب شو أنا مسمي الكربون. ننتقل لكان لعنوان جديد. هلأ ما نجيب هلأ الأر والأس بحالة فيشر. هلأ ما نجيب الأر والأس بحالة فيشر. بحالة فيشر لكن في عندي حالتين هي نسبيا أسهل من كرام. ليه؟ عشان رقم أربعة بيكون يا إما على الفيرتيكال يا بيكون على الأوريزونتال. بالفيرتيكال لير غاردي، بالاوريزونتال لير انفيرسي. كثير سهله حالتين بس ما لهم ثالث. نعمل ابليكاسيون عليهم. افترضوا في عندي انا هلا هول اثنين فيشر، ومعتبر انا انه والله بين الا والبي والسي والدي في عندي هالترتيب، هيدا هو 1 2 3 4. كيف بنجيب الار والاسهم بكل واحد من هول الاثنين؟ مثلا باول حاله نحن هلا بكل الحالات ما نجيب الار بس نعمل لير بالاول، وبعد منه يا انفيرسي يا جاردي. مش انه مثل الكرام يمكن يكون اول حاله هي عباره عن بيرميتاسيون، هون ما عندي بيرميتاسيون. هون لكان اند و تروا اس، وبما انه رقم اربعه فيرتيكال بتضل اس. بينما هون تلاحظوا هلا اند تروا اس ورقم أربعة أوريزونتال، شو بتصير؟ بتصير R. لكن هذا اللي بعنيه أنا بحالة فيشر، كيف نحن بنقرأ الR والS، كيف بنقرأ الR والS. هون كمان تنفترض أنه أنا في عندي لنونتومار R مثلا بحالة فيشر، وطلب مني أجيب الإنونتومار الثاني اللي له اللي هو الS. كمان مثل ما حكينا بحالة الكرام حيكون في عنا طريقتين، وذات الشيء حيكون بحالة نيومان، هي الذات حتكون بكل الحالات بكرام وبنيومان بفيشر. بكل الحالات في طريقتين، الطريقة الأولى هي الإيماج والطريقة الثانية هي البيرميتاسيون. بالإيماج مثل ما ملاحظين حاط أنا هون هلا ميروار، جبنا الإيماج لإلها الإكس إيماج دبليو، وهيدي الإيماج لإلها الزد، والإيماج للإيجريك مثل ما أنتم ملاحظين اللي بعيدة عن الميروار هون بتكون بعيدة عن الميروار هون، قريبة قريبة. لكن هيدا الايماج لكن لألا هون بدون ما افكر واعذب حالي، اذا كان اول واحد ار شو حيكون الثاني؟ اس بدون اي تردد. الطريقه الثانيه هي كمان مثل ما حكينا من شوي، هي اني اعمل بيرميوتاسيون. اكيد هذا الشيء بعمله بحال عندي كربون اسيمتريك. ها اذا عندي كربون اسيمتريك سي اون بيرميوت نامبورت كال دو جروب انتر او الور اون انفيرس لا كونفيغوراسيون. On inverse la configuration. أي اثنين بين بعضهم البعض X W W Z Z Y Y X مثلا Y W X Z اللي بدكم اياه حتى ما تشركوا راسكم. أي اثنين بين بعضهم البعض تقلبون تعملوا inversion de configuration. يعني مثلا شو حابين تقلبوا هلا هون؟ مثلا ال X مع ال W ما في مشكلة، بحط ال W هون، بحط ال X هون، وبعد منها الإجرك بتضل محلها، الزد بتضل محلها. بما أنه صار في عندي بيرميوتاسيون واحدة بهالكربون أسيمتري، كان R شو بصير؟ بصير S. هي هي الطريقة الثانية اللي أنا بالنسبة لي بعتبرها أسهل بكثير من طريقة أنه جيب الإيماج. هلا هون كمان بدي جيب الR والS لكان بحالة فيشر، وهون في عندي اثنين كربون أسيمتري كمان الأول والثاني، والطريقة هي ذاتها. يعني مثلا بالنسبة للكربون A الأربع جروب هن عبارة عن OH، هن عبارة عن CHO هيدروجين، وهيدا كله عبارة عن جروب على الكربون A. ذات الشيء بالنسبة للبي فكر فيها، فإذا
طريقة هي ذاتها في عليها كمان حيطلع أربعة جروب ديفيرون. البيلا كان في عليها سي اش تروا سي ال او اش، وهيدا كله عبارة عن جروب على البي، عبارة عن جروب على البي. هلأ منبلش لكان بالآن، من نجيب الآن دوتر وكاتر لكان. هون في عندي اش وسي وO، وهذا البرانش كليته هو جروب على الآ، بقلبه الراء هي عبارة عن السي، عبارة عن السي. لكن عندي بين الاش والO ميزوا بعضهم، الاش هي رقم أربعة، الO هي رقم واحد. هلا السي اش او مقارنة لكن مع الجروب الكبير هيدا، السي اش او هي عبارة عن الديد يا صبايا وشباب، هي عبارة عن سي او اش. فبالروند شو في عندي هلا؟ بالروند في عندي اش واو واو فيكتيف. اكيد ما حارسمها كل مره حتى ما اضيع وقت، شوفوها انتم وحكينا عنها. عندي لكن اش واو واو فيكتيف لكن او اش. هون بالروند شو في عندي هون؟ في عندي او وسي وسي ال اللي هن بالترتيب هن لكن هن سأل او و سي، تميزوا بين بعضهم البعض. لكن عندي مقارنه بين الاو من ميلي والسأل من ميلي الثاني، السأل اقوى لكن هيدا الجروب كله لكن اقوى، بيطلع رقمه هيدا كله رقم اثنين وهيدا رقمه لكن هو عباره عن ثلاثه. نرجع نكتبه لكن بشكل انظف. مثل ما حكينا هيدا رقم واحد، هيدا رقم أربعة، هيدا رقم ثلاثة، وهيدا رقمه هو اثنين، هيدا رقمه هو اثنين. هلا بدكم نجيب الأرو الأسفرد مرة دغري. هلا الأرو الأس هو أن دو تروا، أن دو تروا أر، وأربعة أوريزونتال شو بتصير؟ بتصير أس، بتصير لكان أس. هيدا لكان عبارة عن كربون اس. الكربون بيز ذات الشيء كمان، عندي سي واو وسي ال، وهيدا كله عبارة عن جروب على البي. تميز الاو والسي ال، بين الاو والسي ال، السي ال هي رقم واحد، الاو هي رقم اثنين. اكيد بين السي اش تروا وهذا الجروب كله يعني حرام ضيع وقتي فيه، بيطلع عندي السي اش تروا هي اضعف لكان هي الرقم اربعة، وهذا الجروب كله عبارة عن رقمه لكان ثلاثة، رقمه ثلاثة. هلا ان دو تروا، ان دو تروا اس، بمن رقم اربعة فيرتيكال بتضل اس لكان. هيدا البرودوي هو عبارة عن اس بي اس، اس بي اس. هيدا لكان بالنسبة للكونفيجوراسيون بهالحالة. مننتقل لكن لنقطة جديدة بالشرح اللي هي التالية. هلا هون بهذه الفقرة بدي احكي انه بحال احنا كان في عنا اثنين برودوي اكيد بقلبهم كربون اسيمتريك، وبدي اعرف شو العلاقة بيناتهم. انا هون هلا يمكن حاطط فيشر، بس اللي بدي احكيه هون هو بينطبق بحالة فيشر، بحالة كرام، وبحالة نيومان. ذات الفكرة حرفيا اللي بدي احكيها، بس انه بما انه فيشر كملت انا بفيشر، بس هي ذات الشيء بكل الحالات فيها طبقه. هون لكن انا بحال في عندي اثنين برودوي بقلبه كربون اسيمتريك، بدي اعرف هل يا ترى هول الاثنين هن مختلفين او هن ايدونتيك. ما فيني اعتمد انا على شكل البرودوي بقلب على الورقه، يمكن يكونوا رسمتهم على الورقه يبينوا لي هن مختلفين، لكن يكونوا بالاسباس ديفيرون، يكونوا بالاسباس ديفيرون. شو بنعمل لحتى نتاكد او بالاحرى حتى نعرف اذا هن ايدونتيك او ديفيرون؟ بنجيب الار والاس، نجيب الار والاس للكربون اسيمتريك بالاثنين. اذا كانوا الاثنين هن عباره عن ار، يعني اول واحد ار والثاني ار، او اول واحد اس والثاني اس، يعني بيكون بهالحاله دو برودوي ايدونتيك. اذا كان عندي واحد ار وكان عندي الثاني اس، بتكون العلاقه بيناتهم شو هي الرلاسيون؟ لكن اول واحد كانت الرلاسيون ايدونتيك، الثاني بتكون اي نونتيومر، اي نونتيومر. هون بس لحتى اجيب هيدي
امشي بالاحرى بهي الطريقه، جيب الار والاس بده يكون في عندهم ذات الفورميل استركتورال، ذات الفورميل استركتورال بده يكون في عندهم اثنيناتهم. ليه؟ لحتى يكونوا هن بالاول ستيريو ايزومير، لحتى هن يكونوا بالاول ستيريو ايزومير، مش انه دغري بجيب الار والاس. بركي هن ما عندهم ذات الفورميل استركتورال، يعني بركي هن منهم ستيريو ايزومير. بهي الحاله دغري انا بقول لك انه ده بروبلي ديفيرون اذا ما عندهم ذات الفورميل استركتورال، لكن بحال في عندهم ذات الفورميل استركتورال لكن ساعتها شوف انا شو العلاقه بيناتهم اذا هن ايدنتيك او هن ديفيرون. هلا مثلا باول حاله، اول اكزامبل، في عندي كذا اكزامبل حمرو، الفورميل استركتورال باول حاله والثانيه هي ذاتها، لا عشان بالحالتين الفورميل هي عباره عن كربون وعليه اربعه برانش اللي هن سال ساشتروا ايتيل هيدروجين لكن، وهون السال ساشتروا ايتيل هيدروجين لكن عندهم اثنيناتهم ذات الفورميل استركتورال. افترضوا كان في عندي هون مثلا محل السال بار، اكيد صار عندي بهالحاله دو برودوي ما عندهم ذات الفورميل استركتورال، وبالتالي ما بعذب حاله ولا قبل ار ولا اس. دغري شو بقول لكن؟ بقول لكن دو برودوي ديفيرون، فيش علاقه بيناتهم، هي لا انونتومير ولا ايدنتيك ولا شيء ثاني. المهم لكن هلا بنجيب لكن الار والاس، لكن الار والاس هلا حيطلع عندي هون، اكيد ما حضيع وقتي اشرح لكم اياه عشان كثير سهلين. هيدا رقم واحد، رقم اثنين، رقم ثلاثه، رقم اربعه. اكيد اللي فهمين الكور اكثر من غيره مباشره عم يبين معه هون بدون لا روان ولا دو ولا تروا، دغري من هنا اللي عنده تروا كان هون. لكن واحد اثنين ثلاثه اربعه، اول واحد بيطلع معي لكن هون مثل ما حكينا ان دو تروا بيطلع معنا اس بيصير ار، الثاني ان دو تروا ار بيضلوا ار، معناتها العلاقه بين الاثنين انه هن دو برودوي ايدنتيك، دو برودوي ايدنتيك. هلا مثل ما انتم ملاحظين هن على الورقه كانوا بينين مختلفين، بس مش بالضروره اذا على الورقه مختلفين يكونوا بالاسباس مختلفين، يمكن يكونوا ايدنتيك. هون اللي كانت طلعوا ايدنتيك، طلع الثاني حاله كمان في عندي هون ذات الفورميل استركتورال طلع فيها كربون عليها سال 10 بي ار اش بالحالتين. بنجيب الار والاس هون لكن اكيد هون بالار والاس بيطلع عندي الترتيب التالي 1 2 3 4، رح بعطي الجواب دغري حتى ما اضيع لكم وقتكم فيهم. هون بيطلع معي اول حاله هي اس والثاني حاله هي ار، لكن العلاقه بين الاول والثاني هي انونتيومير، انونتيومير. طيب هون هلا كمان في عندنا ذات الفورميلا ستركتورال، بس هون عم مرقها ليه؟ هون عم مرقها للسبب التالي، احيانا نحن بيكون في عندنا طريقه كثير سهله وواضحه تعطينا الار والاس قبل فوت ب جيب الكونفيجراسيون ابسولي. اذا بتلاحظوا الفرق بين اول حاله والثاني، واكيد في عندي كربون اسيمتري، في عندي كربون اسيمتريك، الفرق بين اول والثاني حاله هو انه في عندي دو جروب بيرميوتي، دو جروب بيرميوتي. يعني الفرق الوحيد بين هالاثنين كربون اسيمتريك هو انه في عندي اثنين جروب عاملين بيرميوتاسيون اللي هن اش والسي ال، بما انه في عندي دو جروب بيرميوتي بقلب الكربون اسيمتريك الور اون ان فيرسيون دي كونفيجراسيون، معناتها فيني اقول مباشره انه هن بين بعضهم البعض عباره عن انونتومير. ليه؟ عشان بحال كان اول واحد ار حيكون الثاني اس، وبحال كان الاول اس حيكون الثاني ار، بدون ما اجيب الار والاس. هلا انا هون هلا بحال هن مش طالبين مني هون جيب الار والاس، بس طالبين مني العلاقه دغري بالانونتومير. اذا طالبين مني جيب العلاقه واقول كل واحد ار او اس، هون ساعتها شو فيني اعمل انا هلا؟ بجيب الكونفيجراسيون بواحد من الاثنين مثلا الشمال او اليمين، والثاني بعكسه مباشرة، بعكسه مباشرة. يعني إذا أول واحد طلع معي R، الثاني دغري بقول عنه S بدون ما جيب الـ AND تروا 4. هيدا هون عم بحكي عنه ليه؟ عشان صرت حكيها كذا مرة، هون صح في عندي اثنين كربون أسيمتريك، بس ما حدا يغلط ودغري يجي يقول لي إنه والله العلاقة بين أول واحد والثاني هي كذا وكذا ويجيب الـ R والـ S، لسبب انه اثنيناتهم ما عندهم ذات الفورميول استركتورال. لا عفوا مش هون، هون في عندي
لا كمان مش هيك. اوكي لكن هون في عندي انا هيدروجين وهون في عندي اتيل، لكن هون صح في عندي كربون بار ميتيل سي ال بار ميتيل سي ال، بس هون في عندي اش، هون في عندي اتيل، الاثنين ما في عندهم زيت الفورميل استركتورال، ما في عندهم زيت الفورميل استركتورال، لكن ما عذب حالي جيب الار والاس مباشره بقول دو برودوي ديفيرون، هن بالاصل منهم ستيريو ايزومير لحتى اجيب الار والاس، حتى اجيب الار والاس بده يكون في عندهم زيت الفورميل استركتورال. هيدي لكن كانت بالنسبه لهي النقطه، النقط اللي حكيت عنها هون بطبقها بحرفيتها بحاله كرام وبحاله نيومان. نجي لعنوان جديد اللي هو اكتيفيتي اوبتيك. اكتيفيتي اوبتيك لكن عن شو بتحكي؟ هون نحن هلا رح نحكي شويه تيوري وبعد منها بنطبق النقط اللي نحن بحاجه لها. هون نحن حنقولها بالطريقه التاليه، الرسمه حاحكي عنها هي انه اون اي لوميير كي سي بروباج دون توت لي ديريكسيون. سات لوميير ترافيرس ان بولاريزر، تمرق بقلب بولاريزر هون. السور افيك اون ديريكسيون بيان ديتيرميني، كان هون في عندها هون ديريكسيون الياتوار، هون صار في عندي ديريكسيون بيان ديتيرميني بيان ديتيرميني. سات لوميير qui est sorti à travers le polariseur s'appelle lumière polarisée. Lumière polarisée. Lumière polarisée. Bad maintenant, cette lumière polarisée, si elle traverse une solution qui contient l'énantiomère R ou bien l'énantiomère S, alors elle va être déviée. Alors elle va être déviée. هلا شو عم بقول هون يا صبايا وشباب؟ رح احكيها هلا هون بالشعبي مثل ما بيقولوا. عندنا لوميير قطعت بالبولاريزر صار في عندها ديريكسيون بيان ديتيرميني. هيدي اللوميير طلعت اعلانات اسمها لوميير بولاريزي، لوميير بولاريزي. هيدي بحال ما لقت بسوليسيون بقلبه ار برودوي ار او اس تعمل ديفياسيون. الار والاس فين يعملوا ديفياسيون ادروات، وهن كمان فين يعملوا ديفياسيون اغوش، بس شو الفرق بيناتهم؟ اذا الار عمل ديفياسيون ادروات الانونتيومير اس لإله للبرودوي هو ذاته، انتبهوا يعني اللي عنده زاد الفورميل استركتورال الانونتيومير لإله، مش اي انه اي اثنين برودوي واحد ار والثاني اس، الانونتيومير لإله يعني اللي عنده زاد الفورميل استركتورال بس الاس طوله، فاذا بحال الار عمل ادروات الاس بيكون اغوش والانجل هي ذاتها، وبحال الاس عمل الادروات بتكون الار اغوش. لهالسبب نحن بنقول نحن انه لي زينونتيومير، لكن لي زينونتيومير سو ديفير بار لا ميثود دانتر اكسيون افيك لا لوميير بولاريزي، سو ديفير بار لا ميثود دانتر اكسيون افيك لا لوميير بولاريزي، يعني هن مع اللوميير بولاريزي بتعاملوا بطريقه معاكسه، كل انونتيومير عكس الثاني، يعني كل انونتيومير بيعمل ديفياسيون عكس الثاني، عكس الفيو. هيدي لكان شرح كثير مبسط للفكره حتى ما نعقد حالنا فيها. الالفا بيعني فيها بوفوار روتاتوار دو لا سوليسيون، في عندي حالتين للالفا. يا بتساوي صفر يا بتكون ديفيرون زيرو. اذا الفا ايجال ا زيرو هيدي الالفا، يعني افترضوا مثلا اللوميير طلعت من الاشانتيون مش عارف شو في بقلبها، انتبهوا طلعت معي افيك لا ميم ديريكسيون، يعني بهي الحاله بكون في عندي لكن الانجل ايجال اكوا ايجال ا زيرو، ايجال ا زيرو. اذا الالفا ايجال ا زيرو بنقول نحن بهي الحاله لكن انه لو برودوي اللي كان عندي اياه بقلب الاشانتيون ا ان اكتيفيتي اوبتيك ايجال ا زيرو، اكتيفيتي اوبتيك ايجال ا زيرو، بنسميه لكن نحن c'est un produit acquiral optiquement inactive. او بالاحرى optiquement inactive. اذا بحكي عن برودوي. هون بحكي عن solution عشان كتبتها انا inactive. لكن برودوي acquiral optiquement inactive. هلا بحال كان الالفا ديفيرون زيرو، فاذا بهي الحاله بكون الاكتيفيتي اوبتيك ديفيرون زيرو، بكون كيرال وبكون في عنده اكتيفيتي اوبتيك. انتبهنا؟ لكن هلا تطبيقهم هودي حتشوفوه انتم هلا بالاعمال، مش دغري حلاقيه نحن هلا بدي الفكره، مش حاقطع على اكزامبل. هلا الحاله الثالثه
في ميلانج نحن بنسميه ميلانج راسيميك. شو هو الميلانج راسيميك؟ ميلانج راسيميك ات ان ميلانج دي دو زينونتيومير اون كونتيتي ايغال. دو زينونتيومير اون كونتيتي ايغال معناتها انا بحال في عندي اثنين انونتيومير وكميتهم متساويه بقلب السوليسيون هو ذاته، هيدا السوليسيون او هالميلانج هذا بنسميه ميلانج راسيمي. يعني الاثنين انونتيومير فين يكونوا واحد ار والثاني اس، وهلا حتلاحظوا لقدام انه فين يكون واحد ار ار والثاني اس اس او ار اس والثاني اس ار. المهم دو انونتيومير دي كونتيتي ايغال يعني 50% من كل واحد سيت ان ميلانج راسيمي. شو اللي بيميز هذا الميلانج راسيميك؟ انه هو بيكون ميلانج اكيرال اناكتيف. اكيرال اناكتيف هاي لكن بالنسبه للاكتيفيتي اوبتيك. حننتقل للنقطه اللي بعدها اللي هي ديا ستيريو ايزومر. ديا ستيريو ايزومر هيدي الفكرة هون تحكي عن الخلاصة عن شو اسمه علاقة بين ستيريو إيزومير. ستيريو إيزومير يا صبايا وشباب نحن لحد هلأ، ويمكن اللي مذكر منيح قلت أنا بواتا نحن لحد هلأ عم نعرفهم عنوانين، لكن حنوصل لمرحلة حننسى عنوان منهم حيتشعب لعناوين تانية أبسط أسهل. هلأ المهم ستيريو إيزومير فيها تكون كونفورماسيون فيها تكون كونفيجوراسيون. الكونفورماسيون يعني كونفورمير او روتامير هي بتنتج عن روتاسيون ليبر اوتور دو لا ليزون سامبل كربون كربون. الكونفيجوراسيون لحد هذه المرحله نحن قلنا هن بينتجوا عن نوعين، نوع ناتج عن علاقه السيس والترانس اللي هي بالسيت دوبل ليزون سي او بالفورم شاز، ونوع ناتج عن الكربون اسيمتريك يعني لما يكون في عندي ار واس. هلا لحد هلا نحن ستيريو ايزومير دي كونفيجوراسيون مبين منه نوعين، نوع احنا سميناه انونتيومير ونوع سميناه ايزومير جيومتريك اذا بدكم اللي هي بحاله السيس والترانس. هلا المهم هلا موضوع الايزومير جيومتريك حنسي، الكونفيجوراسيون فعليا من هلا وبالرايح راح نشعبهم لنوعين، يا بيكونوا انونتيومير يا اما بيكونوا ديا ستيريو ايزومير. ديا ستيريو ايزومير كيف انا فيني ميز اذا الاثنين ستيريو ايزومير دي كونفيجوراسيون هن انونتيومير او ديا ستيريو ايزومير؟ هون لكن الطريقه هي التالي، اذا في عندي اثنين انا وهن عباره عن ستيريو ايزومير دي كونفيجوراسيون، لحتى اعرف اذا هن انونتيومير او ديا ستيريو ايزومير شو بنعمل؟ طريقه الانونتيومير سهله. ليه؟ شوف اذا هن انونتيومير، اذا طلعوا انونتيومير بيكون كثير منيح يعني خلص هن بيكونوا انونتيومير، إذا ما طلعوا إنونتيومير شو بيكونوا لكن؟ بيكونوا ديا ستيريو إيزومير اللي هو الاحتمال الوحيد اللي بيه. ليكون إنونتيومير بدي يكون هني إيماج بين بعضهم البعض، إذا هني إيماج بين بعضهم البعض وهني نو سوبربوزابل معناتها بيكونوا إنونتيومير. فخلص نقطة على أول السطر. بينما بحال ما طلعوا إنونتيومير هالستيريو إيزومير دي كونفيجوراسيون بيكونوا لكن ديا ستيريو إيزومير. ديا ستيريو ايزومير لكن هيدي هي الطريقه اللي حاتبعها. شوف اذا هن انونتيومير واذا ما انونتيومير بيكون لك بار اليمينيشن ديا ستيريو ايزومير. اكيد رح اعطي اكزامبل عن كل الحالات اللي مرقت معنا هلا بهالمقدمه الشرح. هون هلا ما نحكي عن الديا ستيريو ايزومير اللي هن نوعين مثل ما انتم ملاحظين، نوع بينتج عن السيس والترانس ونوع بينتج عن الار والاس. حاحكي عن اول نوع الديا ستيريو ايزومير اللي جاي عن السيس والترانس. في عندكم هول اثنين برودوي بعتقد يمكن مرقوا قبل بمرة. هول اثنين هن عبارة عن ستيريو ايزومير دي كونفيجوراسيون. ليه؟ علشان في عندهم ذات الفورميلا ستركتورال اللي هي سي اش 3 سي اش دوبل ليزون سي اش سي اش 3 بالحالتين ذات الفورميلا ستركتورال ولكن ريبريزونتاسيون ديفيرونت دون لسباس. فإذا هن ستيريو إيزومير هن ستيريو إيزومير. وبعد منا شو الفرق بيناتهم؟ الفرق بيناتهم إنه في عندي واحد سيس
الاول والثاني ترانس، والثاني ترانس، لكن هن ستيريو ايزومير، والعلاقه بيناتهم سيس وترانس هن بيكونوا ستيريو ايزومير دي كونفيجوراسيون، لكن وبالتحديد ايزومير جيومتريك للمذكر، وحكيت عليها من شوي ايزومير جيومتريك. فاذا هن ستيريو ايزومير، خلاصه هن ستيريو ايزومير بغض النظر اسمه ايزومير جيومتريك او لا. نحن هلا هون موضوعنا ما نعرف هل يا ترى هودي الستيريو ايزومير دي كونفيجوراسيون هن انونتيومير او دياستيريو ايزومير، هول الاثنين ستيريو ايزومير دي كونفيجوراسيون. طيب نحن قلنا حتى يكونوا هن عباره عن ستيريو اللي يكون عباره عن انونتيومير بتكون في عندي هالشرطين، هل يا ترى هالشرطين متوفرين؟ الشرط الثاني متوفر انه هن نو سوبربوزابل، علشان بحال امتو الثاني بدكم تحطوه على الاول ولا باي طريقه من الطرق بيطلعوا سوبربوزابل. جربوا مثلا حطوه عليه حيطلع منه سوبربوزابل، يعني مثلا الكربون الاول هون لاحظوا حيركب عندي ميتيل على الهيدروجين وهيدروجين على الميتيل. المهم لكن كيف ما انتم برمتوه هذا وحطيتوه فوق الاولاني ما حيطلعوا سوبربوزابل، فاذا الشرط الثاني متوافر. بس هل يا ترى الشرط الاول متوافر لحتى اقول عنه الانونتيومير؟ هل ترى هن ايماج بين بعضهم البعض؟ هل ترى فيني احط هون ميروار قول انه كل واحد بياكل الثاني؟ مثل ما انتم ملاحظين هن منهم ايماج كل واحد للثاني، يعني يمكن هيدا اوكي هيدا اعطتني ايماج هون، هي اعطتني ايماج، بس هول الاثنين لا، هول الاثنين لا. الخلاصه انه هن منهم ايماج كل واحد للثاني، يعني معناتها منهم انونتيومير، وبالتالي شو بيكونوا؟ دياستيريو ايزومير. بعد هالمقدمه اللي اخذت معنا شويه وقت، هلا صار فينا نعطيها لب الموضوع. القاعده اللي حنمشي فيها بطريقه مباشره ابلكاسيون ديركت هي شو؟ اذا عندنا اثنين برودوي، واحد سيس والثاني ترانس، واحد سيس والثاني ترانس، اكيد ايزومير هنا بين بعضهم البعض، عندهم ذات الفورمول استركتورال. كنا بالسابق نقول عنهم ايزومير جيومتريك، هلا بنقول عنهم مباشره هن دياستيريو ايزومير، لكن السيس والتراس هن بيكونوا دياستيريو ايزومير. هول الاثنين اللي كان دياستيريو ايزومير كانوا عندي واحد سيس والثاني تراس، بس اكيد بده يكون هن بالاول ستيريو ايزومير، يعني ذات الفورمول استركتورال. هون مثلا صح عندي هيدا سيس وهيدا تراس، بس هول الاثنين ما ضيعنا بالفكره لحد هلا ودغري عنه لانه هن عباره عن دياستيريو ايزومير. ليه؟ عشان هن بالاصل منهم ستيريو ايزومير، من هون ستيريو ايزومير ما عندهم ذات الفورمول استركتورال. لاحظوا في عندي الفرق هو انه هيدروجين مقارنه مع اتيل، فاذا هن عباره عن دو برودوي ديفيرون مش دياستيريو ايزومير، يعني بيعني في انه هن منهم ستيريو ايزومير بالاصل، منهم ستيريو ايزومير بالاصل. هول الاثنين في عندهم ذات الفورمول استركتورال اللي هي عباره عن سيكلو اكزان وعليه 2 ميتيل. شو الفرق بيناتهم؟ هيدا في عنده وحده لتحت وحده لفوق، يعني ترانس هيدي عنده وحده لتحت وحده لتحت، يعني سيس، والعلاقه بين السيس والترانس هي دياستيريو ايزومير، دياستيريو ايزومير. قبل ما انسى يا صبايا وشباب، نحن قلنا عن السيس والترانس بحاله السي دوبل ليزون سي ان في نستعمل الزد والا اللي هي افضل اكيد، بس بحاله الفورم شاز ما فيني اقول الزد والا، الزد والا هن بس لل سي دوبل ليزون سي، يعني هون انا ما بقول الزد والا، هون بقول ترانس وسيس، هون ترانس وسيس. المهم لكن نرجع لموضوعنا، هن هول الاثنين عباره عن دياستيريو ايزومر. الباراجراف الثاني اللي هي الدياستيريو ايزومير اللي بينتجوا عن الكربون اسيمتريك، حنبلش باول حاله. اول حاله لكن عن شو بتحكي؟ الحاله الاولى هي لما يكون في عندي ان كربون اسيمتريك ديفيرامون سبستيتوي، ديفيرامون سبستيتوي، بهي الحالة بنقول انه هيدا البرودوي اللي عنده ان اكيد حاط اكزون اللي عنده ان كربون اسيمتريك ديفيرامون سبستيتويه بيكون في عنده دو على بويسونس ان ستيريو ايزومير، دو على بويسونس ان ستيريو ايزومير. حنبلش نحن هلا حتى نوضحها كثير هيدي، نوضح منيح هيدي الفكره.
بحال كان في عندي برودوي بقلبه 2 كربون اسيمتريك دي فيرماسي بستيتويه. هيدي الدوله بويسونس ام طبقها باي حاله بحال كانوا دي فيرامو. هلا حتلاحظوا شو بعد اني فيها النقطه هي. المهم حسب القاعده لازم يكون في عنده هذا البرودوي 4 ستيريو ايزومر دوله بويسونس دو 4 ستيريو ايزومر. طب شو هن هالاربع ستيريو ايزومر؟ هلا انا قبل ما اكتبهم والله هو عنده 2 كربون اسيمتري. شو الاحتمالات؟ الاحتمالات يكون في عندي واحد ار ار والثاني اس اس وار اس واس ار. اذا بعد في عندكم احتمال خامس قولوا لي عنه. لكن في عندي اربع احتمالات لكن هون اربع ستيريو ايزومر اللي هن اللي معنا اياهم هون. هلا بدنا نجرب نحن هلا نشوف شو هو البروبي ونرسم كل الستيريو ايزومر له. نرسم كل الستيريو ايزومر له. البرودوي هو التالي لكن برودوي هون شو عندنا؟ هذا هو البرودوي لكن وبلا ما اعذب حالي لكم كيف طلعوا معي الاندت رواكاتر بتشوفوه انتم على رواق لكن اول واحد كتب لكم اياهم شو هن الاندت رواكاتر. هذا واحد اثنين ثلاثه اربعه والثاني اندت رواكاتر. اول شيء ليش كربون اسيمتريك ما في داعي نوضح؟ اثنيناتهم هودا عباره عن كربون اسيمتريك. هلا شو بعني فيها كلمة ديفيرون سبستيتوي؟ كلنا بنعرف انه الكربون السيمتريك عليه أربعة جروب ديفيرون A B C D نحن سميناهم. لازم يكونوا ال A B C D حوالين أول كربون. انتبهوا مش هني ذاتهم حوالين تاني كربون. يعني بحال في عندي حوالين أول كربون الجروب هن ذاتهم بتاني واحد بيكونوا ايدونتيك مون سبستيتوي، بس بحرف عندي جروب واحد مختلف صاروا ديفيرامون سبستيتوي. كيف يعني؟ يعني هون مثلا بهي الحاله في عندي اوش وهيدروجين والديد والبروش كومين. شو بدي في البروش كومين؟ انا عندي على اثنين عندي اه بي سي بتاني واحد في عندي اوش وعندي هيدروجين ولكن عندي هون سي اش تروا. لو عندي محل سي اش تروا مثلا سي اش او يعني ساعات صار في عندي على الكربون دو ا بي سي وعلى الكربون تروا ا بي سي مثل بعض البعض ايدونتيك مون سيبستيتوي. بما انه في عندي فرق واحد صاروا ديفيرامون سيبستيتوي وما له علاقه الديفيرامون بقدام ولا ورا. يعني افترضوا انه انا هون في عندي مثلا سي اش او عندي هون هيدروجين وعندي هون سي اش او ما بقول ديفيرامو. المهم انا هون في عندي ا بي سي. المهم في عندنا هون ا بي سي وهون في عندي ا بي سي بغض النظر كيف موزعين بيكونوا ايدونتيك مو. وبكل الاحوال حاعطي اكزامبل عنا هذه هلا بالحاله الثانيه. المهم لكن هودي ديفيرامو سيبستيتوي مش عندهم ما عندهم ذات الجروب على الشمال وعلى اليمين. فاذا حيطلع عندي اربع ستيريو زمار. الزمار الاول انا هون مسميه كربون دو كربون تروا هو عبارة عن R R. لأرسم الثلاثة الباقيين في أكثر من طريقة كيف نحن هلا نرسم الثلاثة الباقيين؟ أول شيء مثلا فيني بلش بقول إنه بدي أرسم الـ SS. كيف برسم الـ SS؟ بجيب الإيماج لإله هيدي مروار. الإيماج نحن قلنا للـ R بيعطيني S للـ S بيعطيني R. معناتها الإيماج للـ R R شو بتعطيني؟ اس اس. لاحظوا 2 كان ار صار اس والثلاثه كان ار صار اس بدون ما اعذب حالي واجيبه مره ثانيه. هلا الايماج حكينا عنها المره الماضيه. هذه الايماج للكربون تروا. لاحظوا ميتيل ميتيل هيدروجين لورا او اش لقدام. الكربون دو بالطريقه هي ذاتها كمان بيعطيني ايماج. المهم يعني حتى ما بعتقد انه اللي فاهمين عنده مشكله فيها كيف نحن بنجيب الايماج. المهم جبنا هلا هون صار في عندي لكن هون بدون ما اعذب حالي دو اس تروا اس. هذا كان لكن ار بيصير اس والرقم 2 كان ار كمان بيصير اس. طيب بعد في عندي اثنين بدي اجيبهم اللي هن الار اس والاس ار. هلا انا فيني اجيب واحد منهم هول الاثنين والثاني بجيب لي ايماج تعوله. مثلا شو عامل انا هلا هون؟ شو عامل؟ هون
لعامله أنا هو انطلاقا من الار ار انا فيني اجيب الار اس انطلاقا من الار ار انا فيني اجيب الار اس كيف الفكره الكثير مهمه وكثير سهله اللي مرقت معنا من شوي اللي هي انه الكربون اسيمتريك بحال انا عملت انا بيرميتاسون لاثنين جروب بين بعضهم البعض بنقلب من الار للاس ومن الاس للار حنطبقها ونستفيد منها كيف يعني انا هلا في عندي برودوي اسمه دو ار تروا ار بدي اجيب الدو ار تروا اس انطلاقا منه طيب شو معناتها؟ بثبت الكربون رقم 2 يعني بتركه مثل ما هو لاحظوا رقم 2 هي بعده مثل ما هو تركته بما انه ما دقرتش فيه كان ار بي ار كان ار بي ار هلا بما انه انا بدي التروا بيكون اس محل الار يكون بدي اياه اس محل الار شو بنعمل لكان؟ بنعمل بيرميتاسون لاي 2 جروب بين بعضهم البعض مره واحده ساعتها بعمل انفرسون دي كونفيجوراسيون اكيد بحاله الاثنين كربون اسيمتريك هون لما يكون في عندي ليزون كوميون او برانش كوميون هون هون عملوا بيرميتاسون بين البلون وافون بين الافون والاريير او بين الاريير والبلون بين هول ثلاثه بين بعض البعض بس اكيد ما حدا يجرب يعمل بيرميتاسون بين اثنين بين جروب من هول ثلاثه وهيدا البرانش كوميون ميل الثاني بصير القضيه كثير معقد يعني حتى لو جربتوه انتم حتلاحظوا انه ما حتزبط معكم فإذا عملوا أنتم بيرميتاسون بين أي اثنين لكن حصرتوا تفكيركم بهول التلاتة عشان بحال عملتوا بيرميتاسون بين واحدة من هو وهذا البرانش كوميون حصير قضية كتير مشربكي أنا هون شو عامل؟ قلبت الأش مع الأوش الأش مع الأوش قلبتهم فإذا مباشرة إذا كان R شو حيصير؟ حيصير S كان R حيصير S صار عندي هون 2R و 3S هلا بحال بدي اجيب انا هذا الدو ار تروا اس انطلاقا من الاول هم الدو اس تروا اس شو بعمل؟ بثبت رقم 3 وبغير الاول بحرك الاول كمان بعد ملاحظه انا الدو اس تروا اس اذا بدكم كان فيني طلع من الدو ار تروا ار بالطريقه هي ذات شو بعمل؟ بقلب الاثنين يعني بعمل بيرميتاسيون بالدو وبعمل بيرميتاسيون بالتروا وبعمل بيرميتاسيون بالتروا لكن طريقة كتير متشعبة بتطبقوها بالطريقة اللي بالطريقة اللي بتكون إياها ما في أي مشكل فيها. هلأ الـ SR أنا حجيبه هلا إيماج انطلاقا من الـ RS طلع معي الـ 2S تروا R حتى إنه فيني أجيبه مثل ما حكينا من شوي انطلاقا مثلا من الـ B ثبت رقم 2 بحرك رقم 3 أو أي شيء اللي بتكون إياه. هون بس ملاحظة طالما تذكرتها بحكي عنها أنتم بحالة نفترض طلع معكم الـ 2S تروا R مختلف عن طريقة رفيقكم يعني شكله مختلف عن طريقة رفيقكم طب أنا مش مشكلة يمكن يكون هو على الورقة مختلف ولكن بيكون بالإسباس إيدونتيك طالما هيدا أسأر والتاني أسأر حيكونوا إيدونتيك يعني حسب الطريقة اللي أنتوا جايبين فيها الإنانتومير أو الستيريوزومير أسأر إذا يمكن هلأ بالإماج طلع معي على الفورم هيدا طب أنا يمكن بحال طلعته بطريقه ثانيه انطلاقا مثلا من الدو ار تروا ار مثلا او من الدو اس تروا اس طلع معي مختلف على الورقه بس هو فعليا بيكون ايدونتيك بالاس بس هلا هيدي كانت لك بالنسبه للاربعه ستيري ايزومير هون في عندي بعد ملاحظه بدي احكيها اللي هي شو اللي هي هون هلا بالنسبه لهيدا الالتباس اللي عم بيصير هلا انه شو انه نحن ثلاثه كان اس هيدا كان ار وهيدا كان اس شو صار صار هيدا اس وصار هيدا ار بس انتبهوا رجاء للنقطه هيدي في كتار لما يشوفوا شمال يمين دغري بينسوا الارقام هون مثلا شو بحطوا بحطوا 2 اس تروا ار متعودين انه 2 3 2 3 لا هيدا هون الاس هو رقم 3 والار هو رقم 2 يعني ابيك مثل ما انا كتبه هون 2 اس تروا ار يا اما اذا كتبتوا تروا ار 2 اس ما في اي مشكله نهائيا كمان بس ما حد يصير عنده التباس على الموضوع انه دائما رقم 2 اول شيء وبعد منه على اليمين بيكون رقم 3 يعني دو استر وار غلط انا هون يمكن عكستها يمكن بعتقد طولوا بالكم انا هون عكستها هيدا هون ار وهيدا هون اس لكن الار بتصير اس الار بتصير اس عفوا
لكن حرجع عيد لك اللي حكيته بعد دقيقتين مرقوا. والاسد هو رقم ثلاثه هي هون بيصير ار. فالافكار اللي حكيتها هي ذاتها، بس انه كنت انا هون عاكسهم متلخبط فيهم. هون مثل ما حكيت برجع بعيد مره ثانيه، انه ما حدا يفكر دائما انه رقم اثنين على الشمال ورقم ثلاثه على اليمين، فيقول لي دغري انه هيدا عباره عن دو ار تروا اس. لا، هيدا فعليا هو عباره عن دو اس تروا ار، او فينا نقول عنه تروا ار دو اس، ما في اي مشكل نهائيا. بس ما تتعودوا عليها دائما انه اثنين على الشمال وثلاثه على اليمين، فبالتالي دو ار تروا اس. هيدا الشيء خطر. عم بحكي عنه على شيء من تجربتي انا بالامتحانات، في كتار ما بينتبهوا له وبيغلطوا فيها. طيب، لكن حكينا عنه، هلا بينوا معي الاربعه شو هي الحال تعورهم. هلا نحن عم نحكي عن اللي رسمنا الاربعه ستيريو ايزومر، ونحن عن وين كان دي ستيريو ايزومر. اول شيء هود الاربعه هن بين بعضهم البعض هن عباره عن ستيريو ايزومر دي كونفيجوراسيون. ليه؟ علشان هن فعليا ستيريو ايزومر، والعلاقه بينتهم كربون اسيمتريك، كربون اسيمتريك، لكن هن عباره عن ستيريو ايزومر دي كونفيجوراسيون. هلا بدنا نشوف هلا هود الاربعه بين بعضهم البعض الا بي سي دي، مين هن بين بعضهم البعض بيكونوا انونتيومر، ومين هن بيكونوا دي ستيريو ايزومر. وبذكركم كلهم عباره عن ستيريو ايزومر دي كونفيجوراسيون الا بي سي دي. هون عندي اثنين كوبل انونتيومر، لان الا والبي انونتيومر والسي والدي انونتيومر. ليش الأ والبي انونتيومر؟ علشان الأ ايماج للبي، والأ والبي هن نص بيربوزاب. يعني جربوا انتم هلا قيموا البي حطوها على الأ، هتلاحظوا انه الأش وأش حيركبوا مع بعضهم على بعضهم البعض، الهيدروجين حيركبوا مع بعضهم البعض، بس فوق السي أش تروا حتركب على السي أش أو اللي هي الديل. فإذا هن منهم سوبربوزاب، شو بيكونوا؟ لكان بيكونوا انونتيومر. لاحظين شو كتب عنا هلا هون، أ ايماج للبي وأ نص بيربوزاب لأبيك بي، بيكونوا انونتيومر. ذات الشيء بالنسبة للسي والدي، هن ايماج كل واحد للثاني، هذا أول شرط توافر، وهن كمان نو سوبربوزابل. نو سوبربوزابل كيف ما برمتوها ما حيطلع معكم سوبربوزابل. حتى لو برمتوا لهذا البروبابيليتي كمشتوا بطريقه برمتوا بايدي وحطيت السي اش او على السي اش او وركبت السي اش تروا على السي اش تروا، حتلاحظوا انه حيركب عندي بهالحاله الهيدروجين لو حيصير لقدام حيركب الهيدروجين على الاو اش واتسترا. جربوها انتم هلا وتخيلوها، اذا برمتوا مثل ما هو تحطوا هول اثنين فوق بعضهم البعض السي اش تروا، يعني تحطوا الكربون دو على الدو والتروا على التروا، حيركب السي اش او على السي اش او لكن الباقي ما حيركب. فاذا هن نص بيربوزاب هن انونتيومر. هل يا ترى بعد في عندي احتمال انونتيومر بهالمجموعه كلها؟ لا. ليه؟ يعني مثلا بحال اخذت الا مع الدي هن ما حيكونوا ايماج، مثلا السي مع البي منو ايماج، الا مع السي منو ايماج، ما عادش في عندي احتمالات. لكن فاذا حتى لو مثلا اذا باخذ انا الا والدي، الا والدي صح هن نص بيربوزاب، صح هن نص بيربوزاب، لكن هن مش ايماج كل واحد للثاني، وبالتالي من هو الانونتيومر؟ شو بيكونوا؟ لكن بيكونوا دي ستيريو ايزومر، بيكونوا دي ستيريو ايزومر. لكن طلع معنا عندنا اثنين كوبل لكن بيكونوا انونتيومر، الا بي والسي والدي، اللي هن شوف عليهم الا والبي والسي والدي، هن الار ار مع الاس اس والار اس مع الاس ار. اما باقي الاحتمالات كلياتها، يعني مثلا اذا باخذ الار ار مع الاس ار او الار اس مع الاس اس او اي اثنين بين بعضهم البعض غير الاثنين انوتومر اللي حكينا عنهم، شو بيكونوا؟ بيكونوا دي ستيريو ايزومر. القاعده العامه اللي حنطبقها مش هن اربع احتمالات، ار ار اس
يعطيكم العافية. يعطيك العافية. مش هل البي دي اف هلا مبين قدامكم؟ مبين. وي دكتور. يلا نكمل. لكن كنا وصلنا لكن نحن قبل ما تطلع الكهرباء للفكرة التالية، قلنا انه هون بالاربعة في عندي لكن اثنين كوبل انونتومار والباقي كله بين بعض البعض بيكون دي ستيريوزومر. الخلاصة هي نحن في عندنا اربعة ستيريوزومر اللي هن بحالة اثنين كربون اسيمتريك، هن ار ار اس اس ار اس و اس ار. الار ار مع الاس اس بيكونوا انونتومار، والار اس مع الاس ار بيكونوا انونتومار. انتبهنا؟ اما الحالات الباقيه كلياتها بتكون دياستيريو ايزومر. هلا ليش؟ عشان نحن قلنا مثلا الار ار والاس اس، مش نحن قلنا الايماج للار هي اس ولا الاس هي ار؟ يعني الار ار والاس اس هن بيكونوا ايماج. شو الايماج للار ار؟ اول واحد اس والثاني اس. هو بيكون ايماج بين بعضهم البعض وهن بيكونوا نو سوبربوزاب. ذات الشيء بالنسبه للار اس مع الاس ار، هن بيكونوا ايماج عشان الار بيعطيني ايماج اس والاس بيعطيني ايماج ار وهن نو سوبربوزاب، فاذا بيكونوا انونتومر. اما باقي الحالات بما انه هي منا ايماج، لاحظوا اذا باخذ الار ار مع الاس ار اكيد هاودي بين بعضهم البعض مش ايماج بدون ما اعذب حالي نهائيا. ليه؟ علشان الايماج للار ما بتعطيني ار، مثلا شايفين ما بتعطيني ار. فاذا الحالات الباقيه بما انه هي مش ايماج بين بعض البعض بتكون دي ستيريو ايزومر. اكيد هون حاطين عليهم هون التذكير انه العلاقه بين الار والاس بحال في عندي كربون اسيمتريك واحد هن انونتومر. هلا بحال كان في عندي اثنين كربون اسيمتريك ايدونتيك مون سيبستيتوي. نحن بهي الحاله بحاله الايدونتيك مون سيبستيتوي ما فينا نطبق قاعده شو دو على بويسونس ان ستيريو ايزومر. يعني ما في نقول انا هون بهالحاله اللي في عندي دو على بويسونس دو كاتر ستيريوزومر. طب اذا هن مش اربعه ستيريوزومر كم ستيريوزومر حيطلع؟ حنرسم نحن هلا الاربعه احتمالات طول ستيريوزومر وبعد منا راح منشوف نحن وياكم سوا ليش هن فعليا مش اربعه. اكيد ما حيكونوا اكثر، حيكونوا اقل. عندكم هذا البرودوي اللي عنده اثنين كربون اسيمتري. هلا ليش ايدونتيك مون؟ هيدا اللي قلته انا. لاحظوا في عندي هون سأشتر و أش بغض النظر مين قدامه ومين ورا، عندي ABC، فإذا إيدونتيك مون سبستيتوي معناتها ما حيطلع عندي أنا هون أربعة ستيري، إذا ما حيطلع عندي أقل. هلا رح نشوف السبب، بس كمرحلة أولى حنرسم الأربعة. هيدا أول واحد دو أستر و أس، إيماج له دو أرتر و أر. وزيت الشيء هون انا هون راسم، تنصغر الصوره شوي. انا هون راسم لكن الدو اس صغيره بعد، هون راسم الدو اس تروا ار انطلاقا من الاول لهون. ثبت الكربون الاول مثل ما انتم ملاحظين، والثاني عكست. مش بالضروره كل مره اعكس انا مثلا قدام على ورا، في نعكس اي اثنين بين بعض البعض هيك مستقبل معي، يمكن عم بعكس انا كل مره لقدام مع الورا بس مش قاضي. عكستهم بين بعض البعض كان اس، شو صار؟ ار، ورجعنا جبنا الدو ار تروا اس. هلا شو مشكلتهم هود الاربعه؟ هود الاربعه اذا بتطلعوا فيهم منيح بتلاحظوا انه هول الاثنين الرقم 3 والرقم 4 هن ايدونتيك. قيموا الرقم 4 حطوه على الرقم 3 شو بيطلع عندي انا هون بهالحاله؟ بيطلع عندي اثنيناتهم هن ايدونتيك. مثلا ليك تطلعوا فيه كيفيه بيركب لو اش، المهم حطوهم فوق بعضهم البعض بيطلعوا سوبر بوزابل، كلهم بيركبوا على بعضهم البعض. ذات الشيء بالثاني كربون، معناتها فعليا انا في عندي مش اربعه ستيريو ايزومر، في عندي ثلاثه ستيريو ايزومر، كونوا الثلاثه والاربعه هن سيسون لو ميم برودوي. هون لكن نحن تبيننا واحفظوها على فكره كثير مهمه، انه اثنين كربون اسيمتريك ايدونتيك مون سيبستيتوي بيعطيني ثلاثه ستيريو ايزومر اللي هن اس اس ار ار و
الثالث هو بيكون يا فينا نسميه اس ار يا فينا نسميه ار اس عشان هن مثل بعضهم البعض. واضح؟ لكن في عندي اس اس ار ار و اس ار اللي هو ايدونتيك مع الار اس، يعني اذا قلتوا واحد من الاثنين هي الزيتا. ثلاثه ستيريو ايزومر. طب هلا شو العلاقه بيناتهم لكن لهال ثلاثه برودوي بين الاول والثاني؟ كان صغيره كمان. بين الاول والثاني، اول والثاني لكن شو في عندي؟ هن ايماج نو سوبربوزابل انونتيومر. هل يا ترى بعد في عندي احتمالات انونتيومر شيء؟ لا لا، عشان احتمال الوحيد المروار الباقي عندي هو بين 3 و 4، وال 3 وال 4 هن صح ايماج لكن ايدونتيك سوبربوزابل، هن لازم يكونوا مش سوبربوزابل. فاذا مش هن، فاذا هن مش انونتيومر، بس مش معناتها اذا 3 وال 4 هن مش انونتيومر فاذا هن بيكونوا دياستيريو ايزومر. هون بهالحاله ليه؟ عشان هن بالاصل الثلاثة والأربعة مش ستيريو ايزومر. هن فعليا البرودوي هو ذاته، هن دو برودوي ايدونتيك. فاذا واحد واثنين انونتيومر، ثلاثة والأربعة هن فعليا دو برودوي ايدونتيك. ليكونوا دياستيريو ايزومر يا صبايا وشباب لازم يكونوا بالاصل ستيريو ايزومر، والثلاثة والأربعة يعني منهم ستيريو ايزومر. ليه؟ عشان سيسون دو برودوي ايدونتيك، هن ذاتهم نسخة كل واحد عن الثاني. طيب لكن انونتيومر ما في عندي الا احتمال وحيد هو الواحد مع الاثنين، يعني الاس اس مع الار ار. هلا الدياستيريو ايزومر هي باقي الاحتمالات، يعني اعتبروا ده برودوي واحد، يعني عندي الواحد مع الثلاثة او الأربعة والاثنين مع الثلاثة او الأربعة هن دياستيريو ايزومر. دياستيريو ايزومر. هلا هيدا البرودوي، بس ارجع كبر الصورة. هيدا البرودوي اللي حطلع معنا ايدونتيك مع التاني، هيدا له تسميتين هلا حنحكي عنها. بس قبل ما انتقل لهيدي النقطة التانية التالية اللي بعد منها هون، تذكروها منيح يا صبايا وشباب رجاء، بحال كانوا ديف فرماسي بستيتوية. انتوا بتلاحظوا بحال كان ديفر مواصيب ستيتوية، في عندي أربعة ستيريو زمار لأني R R S S R S و S R. إذا كان إيدونتيك ما في عندي ثلاثة اللي هني S S و R R و S R اللي هو إيدونتيك مع ال R S. الفرق المهم اللي أنتوا بتلاحظوه إنه ال S S مع ال R R هني بكل الحالات بيكونوا إيدونتيومر بحالة الديفر مواصيب ستيتوية اللي مرت معنا من شوي، وبحالة الإيدونتيك مواصيب ستيتوية كمان بالحالتين انونتيومر. ولكن الالتباس اللي عم يصير عند الطلاب هي بين الاس ار والار اس. بين الاس ار والار اس هن يا بيكونوا انونتيومر مثل حاله الاثنين كربون اسيمتريك ديفيرماسي بستيتوي اللي مرت معنا من شوي، او بيكونوا ايدونتيك مثل حاله الايدونتيك ماسي بستيتوي. فاذا انتبهوا كثير منيح، الاس اس والار ار فينا على العميان نحط انونتيومر، بس اس ار مع ار اس بدي اشوف انا هلا يمكن يكون هن انونتيومر اذا كانوا ديفيرماسي بستيتوي الاثنين كربون، او يمكن يكونوا ايدونتيك بحال كانوا الاثنين كربون اسيمتريك ايدونتيك مون سبستيتوي. فهيدي انتبهوا لها كثير منيح، يعني لكن بحاله الاثنين كربون اسيمتريك ايدونتيك مون سبستيتوي الايماج للاس ار تعطيني ار اس وهن بيكونوا ايدونتيك بين بعضهم البعض. هيدا البرودوي يا صبايا وشباب. نحن صرنا هلا بفقره هي عنوانها برودوي ميزوفورم او ميزو. شو هو برودوي ميزوفورم او فينا نسميه ميزو؟ لحتى اقول عن برودوي معين ميزو بده يكون في عنده شرطين. هودي الشرطين هن اولا عنده اثنين كربون اسيمتريك ايدونتيك موسي بستيتوي اول شيء، وثاني الشرط في له اثنين فيرسيون. يا بنقول انه في عندهم كونفيجراسيون ديفيرونت الاثنين كربون اسيمتريك، يعني بعني فيها انه واحد ار والثاني اس، او انه بقول حتى معذب حالي بالار اس انه بيكون في عنده بلوند سيمتري. فاذا اذا الشرط الاول والثاني او الاول والثاني بريم توافروا بيكونوا برودوي ميزو. هذا البرودوي
اللي معكم اياه انتو هون هذا ستان برودوي ميزو. لاحظوا ليه عنده 2 كربون اسيمتريك ايدونتيك مو سبستيتوي. نحن بدكم في عنده شرطين, يكون عنده 2 كربون اسيمتريك ايدونتيك مو سبستيتوي, والشرط الثاني انه كونفيجوراسيون ديفيرنت او انه عنده بلان دو سيمتري. رح حلو على الطريقتين. اول شيء 2 كربون اسيمتريك ايدونتيك مو سبستيتوي مزبوط موجودة, كونفيجوراسيون ديفيرنت مزبوط, في عندي واحد اسود ثاني ار, فاذا ستة انا برودوي ميزو. هلا 3 و4 هي زيتا برودوي ميزو. طب على الطريقه الثانيه, على الطريقه الثانيه راح اقول كمان عنده 2 كربون اسيمتريك ايدونتيك مو سبستيتوي, هل في عنده بلان دي سيمتري؟ في عنده بلان دي سيمتري. لاحظوا او اش او اش, هيدروجين لورا هيدروجين لورا, ميثيل ميثيل, عنده بلان دي سيمتري, وبالتالي الشرط الثاني متوافر, فاذا ستان برودوي ميزو. لكن باول طريقه او بالثانيه طريقه, طب الطريقه اللي بدكم اياها هيدا بيطلع معنا برودوي ميزو. يعني صار فيني اضيف انا هلا لمعلومات الشغله, لما يكون في عندي 2 كربون اسيمتريك ايدونتيك مو سبستيتوي ايدونتيك مو سبستيتوي, بيطلع عندي انه الاس ار بيعطيني ايماج هي عباره عن ار اس وبيكونوا ايدونتيك. الاس ار تعطيني ايماج ار اس بيكون ايدونتيك مع بعضهم البعض, وهيدا البرودوي ايدونتيك هو اسمه برودوي ميزو. برودوي ميزو, برودوي ميزو بيكون اوبتيك مون اناكتيف اكيرال. طيب اذا سالت حالي هالسؤال ليش اوبتيك مون اناكتيف او اكيرال, عشان في عنده بلون دو سيمتري, عشان في عنده بلون دو سيمتري. اخر نقطه مثل ما لاحظتوها من شوي, برودوي ميزو اللي هو 2 كربون اسيمتريك ايدونتيك مو سيمتري وعنده واحد ار والثاني اس, اذا جبت الايماج له بيطلع ايدونتيك مع الايماج له مثل ما شفناه من شوي. لي برودوي ميزو ايدونتيك افيك سون ايماج, يعني الار اس والاس ار بده يكونوا ايدونتيك. خلاصه لكان انه بحاله الديفيرا مو سيمتري في عندي 4, بحاله الايدونتيك مو في عندي 3, واللي بميز هول 3 هو انه في عندي واحد من هول 3 هو عباره عن الاس ار بيكون ايدونتيك مع الار اس, وهذا بنسميه برودوي ميزو, لكن بيكون اوبتيك مون اناكتيف. اخر شيء انتبهوا كثير منيح انتم هلا, بين الار ار والاس اس هن انوتومر دائما, بينما بين الار اس والاس ار, يعني هيدا الحاله اللي معكم اياها هون الار اس والاس ار فين يكونوا ايدونتيك مثل ما لاحظتوا هون بهالحاله لما يكون في عندي برودوي ميزو, وفين يكونوا انوتومر مثل الحاله اللي مرقت معنا بحالة البرودوي اللي بقلبه 2 كربون اسيمتريك ديفيرامون سبستيتوي. ديفيرامون سبستيتوي. طيب هلا نحن بهي الطريقة بكون انتهى معنا الكور كليا, حننتقل للأعمال. الأعمال لكن حنبلش بالعمل رقم واحد. العمل رقم واحد طالبين منا عطينا مجموعة من البرودوي, وطالبين منا بكل واحد نقول وين هن الكربون اسيمتريك اكيد اذا وجدوا. اذا وجدوا يعني ممكن يطلع عندي بقلب الموليكول كله ما في عندي كربون اسيمتريك. الكربون اسيمتريك هو بده يكون كربون اس بي 3 وليه ا 4 جروب ديفيرون, ليه ا 4 جروب ديفيرون. طيب نجي هلا لكان لهم كل واحد شوف عندي بقلبه كربون اسيمتريك. اكيد انا هلا ما حعازب حالي افكر بالسي اتش دو بالسي اتش ترو وغيره, هذا بلفت لي نظري هل ترى هو اسيمتريك او لا. هذا عباره عن اش و او اش. لاحظوا في عنده ا و بي و سي و دي ديفيرون, لكن ستان كربون اسيمتريك. هذا عباره عن كربون اسيمتري. الثاني ما في عندي هون شيء, ما في عندي عشان اسبيدو, ما في عندي بادو كربون اسيمتريك. بادو كربون اسيمتريك. اللي بعده هون بحاله البرودوي سيكليك, كيف نحن بنعرف اذا في عندي كربون اسيمتريك او لا؟ اكيد رح شك انا هلا مش بهذا اللي هون عباره عن سي اش دو مثلا, عشان في عندي اش اش, ولا هون ولا هون, رح شك بهول اثنين اللي علينا برانش.
هل يا ترى هيدا السيمتري؟ الاربعه جروب اللي عندي اياهم على هالنقطه هي هن شو؟ هن اش تروى وهن اش، وهيدا البرانش من هون وبالطالع كله عباره عن جروب على هالكربون، وهيدا البرانش من هون وبالطالع هالسيكونس كلياتها عباره عن جروب على هالكربون. هل يا ترى اربعه مختلفين؟ لاحظوا اكيد الاش والستاش تروى مختلفين، وهول الاثنين مختلفين عن الاش والستاش تروى، بس يا ترى هل يا ترى هول الاثنين مختلفين او ايدنتيك؟ يعني هل هيدا البرانش وهيدا البرانش مثل بعضهم البعض او لا؟ لاحظوا هون حتى يكونوا مثل بعضهم البعض لازم انا لما امشي بهالاتجاه حس حالي كاني ماشي بالاتجاه الثاني هي ذاتها، كاني ماشي بالاتجاه الثاني هي ذاتها. يعني طلع اذا مشينا احنا بهالاتجاه شو في عندنا؟ عندي كربون CH2 وبعد منا كربون عليه شو؟ OH، لكن CH2 وبعد منا كربون عليه OH. بينما بهالاتجاه الثاني CH2 لحد هلا مثل الاول اتجاه ماشي، وبعد منا كربون ما في عليه OH، كربون ما في عليه OH، معناتها في فرق بين الاتجاه الاول والاتجاه الثاني. البرانش الاول والبرانش الثاني مختلفين عن بعضهم البعض، لكن هن عباره عن دو برانش دو جروب ديفيرون، لكن فاذا هيدا عباره عن كربون اسيمتري. هون هلا بالطريقه ذاتها كمان اذا بلاحظ هيدا او اش والاش مختلفين عن بعضهم البعض، هلا هيدا الاتجاه كمان مختلف عن الاتجاه الثاني. ليه؟ عشان لاحظوا سي اش دو، وهون بعد ماشي كمان سي اش دو، بنرجع نوصل لكربون عليه ميثيل، كربون عليه ميثيل، هون كربون ما في عليه ميثيل، فاذا الاتجاهين مختلفين لكن هم مختلفين عن بعضهم البعض او الاثنين جروب، لكن بيطلع عندي كربون اسيمتري. هلا في طريقه ثانيه اللي هي عباره عن السيمتري. كيف يعني السيمتري؟ يعني انت افترضوا في عندي هذا الاكزامبل، هذا البرودوي او اش وهون ميثيل، طيب هيدا هل يا ترى في عنده كربون اسيمتري؟ هون اذا فكر انا بالكربون عليه نقطه راح اقول في عندي او اش وعندي هيدروجين مختلفين عن بعض البعض، هل يا ترى هيدا الاتجاه مثل الاتجاه الثاني؟ هلا راح بتلاحظوا انتم هلا انه هن مثل بعض البعض. ليه؟ عشان في عندي السيمتري، في عندي بلوند السيمتري، بينما هو ما عندي بلوند السيمتري باول واحد. لاحظوا طلع اذا مشيت بهالاتجاه هذا في عندي كربون، تدلكم عليه، في عندي كربون كربون بعد منا كربون ميثيل. اذا مشينا بالاتجاه الثاني CH2 كمان CH2 وكربون ميثيل، فاذا شو بتلاحظوا؟ بتلاحظوا ما في عندي فرق بين الحالتين، اذا مشيت بالاتجاه او بالاتجاه الثاني ما عندي فرق، معناتها هول الاثنين جروب مثل بعضهم البعض، هيدا منه اسيمتريك بيكون. وزيت الشيء بالنسبه للثاني كربون كمان يلي هو الكربون اللي هون، هيدا منه اسيمتريك. ليه؟ عشان صح في عندي ميثيل هون وهون في عندي هيدروجين، بس اذا مشينا بهالاتجاه او بالاتجاه الثاني راح احس حالي كاني ماشي بالفوا هي الزيتا. هلا انا فيني كيف مثلا قلت لكم اياها انه في عندي انا شيء اسمه سيمتري. كيف يعني سيمتري؟ يعني اذا بتطلع انتم هلا مثلا هون باللي رسمته بالاول بتلاحظوا انه في عندي بلوند سيمتري، انا فيني مرقه بهالطريقه بيطلع عندي للشمال مثل اليمين. لما يكون عندي بلوند سيمتري معناتها انه الاتجاه بهالطريقه حيكون مثل الاتجاه الثاني، بينما هون لاحظوا ما عندي بلوند سيمتري حطه مثلا حتى اقول انه والله هذا الفوا غير الفوا الثاني. هاي الفكره حتمكنوا منها انتم اكثر واكثر مع حل الاعمال، كل عمل بمكننا منه اكثر واكثر. طيب لكن هون ننتقل للي بعده. هيدا الكربون منه اسيمتريك ليه؟ عشان في عندي برانش هون، في عندي هيدروجين مزبوط، بس انتم برايكم في فرق شيء بين هالاتجاه والاتجاه الثاني؟ طلعوا فيهم ما في عندي اي فرق نهائيا، ما في عندي اي فرق نهائيا، فاذا هيدا الكربون منه اسيمتريك.
ما عندي كربون اسيمتريك هون. هون كمان يا صبايا وشباب ذات الشيء، هذا الكربون اللي هون اللي انا عم شك فيه منه اسيمتريك. ليه؟ عشان ا ب، وهون هيدا الاتجاه س، وهذا الاتجاه هو ذاته س، ما في اي فرق، ما في اي فرق بيناتهم. طيب هلا هون كمان بدي اعمل عليها بارتي سبليمونتير، بارتي سبليمونتير لهيدي. اذا نحن بنجي تنفترض هون على هيدا اللي معكم اياه، اذا حطيت انا سأل هون، اذا حطينا نحن هلا تنفترض سأل هون، شو بصير في عندي كربون اسيمتري؟ كمان بعد ما في عندي كربون اسيمتريك. ليه؟ علشان اذا بمشي بهالاتجاه او بالاتجاه الثاني، بلاحظ ان هول اثنين برونش مثل بعضهم البعض، فاذا هيدا منه اسيمتريك. واضح؟ وبالنسبه للكربون اللي هون كمان بالطريقه هي الزيتا، صح في عندي السائل هون وفي عندي اش، بس اذا بمشي بهالاتجاه او بالاتجاه الثاني ما في عندي، او بالاحرى عندي زيت الترتيب. طيب هلا افترضوا قلبناها عكسنا الموضوع، حطيت انا هلا هون مثلا، حطيت هون السائل بدل ما يكون عندي هون حطيته هون، هون اختلف الموضوع كليا. هون صرنا مثل اول حالي هون، هون لكن هيدا صار اسيمتريك. ليه؟ عشان صار هالاتجاه غير الاتجاه الثاني. لاحظوا كربون كربون ما في سي ال، كربون كربون في سي ال، وهيدا كمان صار اسيمتريك، كربون كربون في او اش، كربون كربون ما في او اش. لكن بتلاحظوا لكن انه صار في عندي اكثر من حاله مرقت معنا وضحناهم كلهم، امتى بيكون في عندي كربون اسيمتريك امتى ما بيكون في عندي كربون اسيمتريك. طيب تنكفي هالبروبلام هيدا، يمكن تشعبت في كثير انا هون، بس لاهميته عشان البرودويست كليك اكثر شيء بضيع الطلاب اذا في عندي كربون اسيمتريك او لا. هون بهي الحاله ما في عندنا كربون اسيمتريك، كمان هذا الكربون اللي هون اذا بتمشي بهالاتجاه او بالاتجاه الثاني هي الزيتا، والكربون اللي حامل او اش كمان منه اسيمتريك. نجي لهون اكيد رح شك بهذا الكربون اللي بنص، مش لسه اش دو، مش رح شك فيه هذيك، في عندي اش وفي عندي سي اش تروا. هذا الكربون منه اسيمتريك. ليه؟ عشان في عندي الهيدروجين وسي اش تروا، وهيدا البرانش مثل البرانش الثاني، فاذا هذا البرودوي ما عندي بقلبه كربون اسيمتريك. هلا انتم حتى يمكن لو حسيتونا شوي عم عجل فيهم، لو انتم بحاله قلتوا على رواق اذا فاهمين الفكره 100% هتحلوهم بدون اي شرح، بدون اي مساعده من حدا. هون مبينه واضحه عندي ما في عندي اي كربون اسيمتريك، مبينه واضحه هون بهي الحاله، هذا الكربون اسيمتريك مبين عليه، في عندي اش وبي ار وبرونش ا برونش بي، برونش ا برونش بي، وهذا الكربون اسيمتريك كمان. ليه؟ عشان في عندي اش عليه وميتيل، اش وميتيل، ومن ميلة في عندي برونش ا وبرونش بي، برونش ا وبرونش بي، عنده اثنين كربون اسيمتري. ميتيل سيكلو بروبانول اللي هو عنده هالفورم هيدا، اللي عنده هالفورم هيدا لكن او اش، هيدا كمان ما عنده كربون اسيمتريك، عشان هذا الكربون اذا مشيت بهالاتجاه او بالاتجاه الثاني ما في اي فرق، ما في اي فرق، في عندي بلوند سيمتري بالنص هون. هلا
يعني اذا حابين تشعبوا وافترضوا حطيت انا هون سأل كبارتيسيبل موتر بيصير في عندي هيدا كربون اسيمتريك وهيدا كربون اسيمتريك. شوفوا انتم هذا اللي بعده هون كمان ما عندي كربون اسيمتريك. ليه؟ هيدا اللي هون شوفوا الكربون اللي هون مثلا عليه اثنين جروب ايدنتيك اللي هن CH2 CH3 و CH2 CH3. فاذا هو شو منه اسيمتريك. والكربون اللي هون كمان اللي هو اذا حبيت تشوف طريقه ثانيه اش و سدو اش 5 اللي هي CH2 CH3 كمان عنده اثنين جروب ايدنتيك اللي هن سدو اش 5 و سدو اش 5. فاذا منه اسيمتريك. بنجي ل باقي المجموعة. هيدا اللي هون أنا بالقاعدة لما كنت حله كنت حط الجواب مباشرة بدون شرحها فحدا ما حدا يقول لي عجلت وما عجلت. هيدا الكربون أسيمتريك بعتقدي مش بحاجة لشرح لكم ليه. عندي أربع برونش مختلفين وهيدا كمان أسيمتريك كمان مبين واضح وضوح الشمس إنه عنده أربع جروب ديفيرون اللي هن CH2OH OH هيدروجين وهذا الجروب كله عنده اثنين كربون اسيمتري. هيدا اللي هون هيدا الكربون منه اسيمتريك. ليه؟ عشان عنده OH وهيدروجين هالاتجاه والاتجاه الثاني طلعوا فيها. شو الفرق بيناتهم؟ هي الذاتة. اذا مشيت بهالاتجاه او بالاتجاه الثاني بحس حالك اني ماشي بالفوا هي الذاتة. يعني هول اثنين جروب ايدنتيك. او انا بقول في عندي سيمتري هون حيكون الشمال مثل اليمين ما حيكونوا بالتالي ايدنتيك. فاذا ما هو اسيمتريك وهذا كمان ذات الشفة نحكي الحكي هو ذاته هالاتجاه او الاتجاه الثاني بيعطون انه هول اثنين جروب اللي هون مثل بعضهم البعض في اي فرق ايدنتيك فاذا ما هو اسيمتريك. او كمان مثل ما حكينا من شوية اذا في عندنا بلوند سيمتري الشمال مثل اليمين فبالتالي بما انه الشمال مثل اليمين بالبلوند سيمتري هو بيكون هول اثنين جروب ايدنتيك. بينما هيدا اللي هون هذا كربون اسيمتريك. ليه؟ عشان هذه CH3 وعندي هيدروجين انتبهنا. واذا مشينا بهالاتجاه غير ما نمشي بالاتجاه الثاني ليه؟ لاحظ هون كربون ميثيل بينما هون كربون هون بيمشي بالاتجاه الاول اللي فوق كربون بيصير في عندي ميثيل بينما هون كربون بيصير في عندي OH مختلفين اسيمتريك لكان. وهون كمان هيدا ذات الشيء CH3 وهيدروجين وهذا الفوا هو مختلف عن الفوا الثاني. واذا بتلاحظوا انه هون انا ما عندي بلوند سيمتري يعني ما في نقول والله في عندي بلوند سيمتري هون مثل مرت معي من شوي عشان في عندي CH3 بقبلها OH الثاني ميلي لهالسبب طلعوا اثنين جروب اثنين بارتي مختلفين على البرودويستيك ليك. فانتم بحاله تمتم مشان البرودويستيك ليك اذا تعرفوا على اثنين برانش هن مثل بعضهم البعض او لا ما بدها شيء نهائيا. شوف اذا في عندي سيمتري او لا مثل ما لاحظت هون مثلا في عندي سيمتري بلوند سيمتري شمال مثل اليمين فاكيد حتكون هذا الفوا مثل الفوا الثاني وبالنسبه للكربون لهون ذات الشيء. وبحال فكرت فيه انه هون هل ترى في عنده بلوند سيمتري او لا هون ما عندي بلوند سيمتري. ليه؟ عشان في عندي CH3 بقابلها OH فبالنسبه لي لكان هيدي البارتي وهيدي البارتي حيطلعوا مختلفين. الخلاصه طلع عندي هول اثنين كربون هن اسيمتريك. لعلي النقطه هذا اللي هون منه اسيمتريك هذا الكربون عشان هول اثنين برانش مثل بعضهم فاذا ما في كربون اسيمتريك. بنجي لهون هيدا الكربون اسيمتريك هون حاطط الحل تقريبا بدون شرح عشان واضح جدا. هون عندي اربع برانش مختلفين وهيدا كمان هول جروب كلهم بالاحرى هول كربون كلهم هن عباره عن كربون اسيمتريك. الاربع جروب اللي عليهم
بكل الحالات عم بيكونوا ديفيرون، يعني بس ده ديفيرون. بيطلع عندي بقلب هذا البرودوي 7 كربون اسيمتريك 1 2 3 4 5 6 7. لاحظوا بينما بحال اخذنا السي اش ده اكيد هذا منه كربون اسيمتريك، في عندي 2 اش. هلا للي عنده مشكله مثلا هذا اللي هون ليش اسيمتريك هذا الكربون اللي هون، لاحظوا عندي اش وعندي هذا البرانش غير البرانش اللي هون غير البرانش اللي هون، يعني حتبين معكم من نظره انتم من خلال السيمتري اذا كربون عندي اسيمتريك او لا. فاذا بيطلع عندي هون السبعه هيدا حيطلع فيه، اذا بنبلش من فوق حيطلع فيه 8 كربون اسيمتريك، حيطلع بقلبه 8 كربون اسيمتريك اللي هن 1 2 اكيد ما راح افكر بالسي اتش 2 3 4 اكيد ما راح افكر بالكربون اس بي 5 6 وهيدا كمان اسيمتريك 7 وهيدا 8 1 بين نحن معه. لكن هلا ال 8 كربون اسيمتريك هون لكن مثل ما انتم ملاحظينهم 1 2 3 4 5 6 7 و بكل واحد بحال دققته فيه حتلاحظوا انه في عنده الاربعه جروب اللي معلقين عليه هن اربعه جروب ديفيرون.